إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فحديث اليوم حديث تستلذه الأسماع، وتهفو به الأفئدة، وتجثو عنده العواطف. حديث اليوم في سيرة تتقاصر دونها السير، وصفات لا تدانيها الأوصاف، إنها لمحات ونفحات تعبق من صفات الرسول المجتبى، وشمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعالوا بنا معاشر المسلمين إلى رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة، الذي بعثه الله سبحانه معلماً للبشرية ورحمةً للإنسانية في مواقف تربوية نستفيد منها في حياتنا اليومية. ألا أبلغ عني النبي محمدا بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ تدعو إلى الرشد والتقى، عليك من الله الكريم شهيد، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود. معاشر المسلمين، موقف عظيم لنبينا الكريم ومعلمنا الحليم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو يدخل مكة فاتحا، وهي التي ائتمرت على قتله وأخرجت وعذبت أصحابه، ونكلت بهم وقاطعته وكذبته، وقاتلته في بدر وأحد والخندق، وألبت عليه العرب جميعا. لقد ألقى أهلها كل سلاح، ومدوا إليه أعناقهم ليحكم فيهم بما يرى، فأمره نافذ في رقابهم، وحياتهم جميعاً معلقة بين شفتيه، وهذه عشرة آلاف سيف تتوهج يوم الفتح فوق ربى مكة، تأتمر بأمره وتنتظر إشارة منه، إنها تستطيع أن تبيد مكة وأهلها عن بكرة أبيهم. دخلها يوم الفتح الأعظم دخول المتأدبين الشاكرين، معترفاً بعظم الفضل، لم يدخلها دخول المتكبرين المتجبرين ثملاً بنشوة النصر. سار النبي صلى الله عليه وسلم في موكب النصر يوم فتح مكة حانياً رأسه، حتى تعذر على الناس رؤية وجهه، وحتى كادت ثؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، مردداً بينه وبين نفسه ابتهالات الشكر المبللة بالدموع.
سأل أعداءه بعد أن استقر به المقام: يا معشر قريش ويا أهل مكة، فاشرأبت إليه الأعناق وزاغت عند سؤاله الأبصار. سألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ صاحت الجموع الوجلة بكلمة واحدة كأنما كانوا على اتفاق بترديدها، قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. عفا عنهم عليه الصلاة والسلام وصفح عن أعمالهم، مع أنه كان قادرا على الانتقام، لكنه خلق عظيم، خلق العفو عند المقدرة. فصلوات ربي وسلامه عليه. لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت قلبي من هم العداوات. إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. معاشر المسلمين، وموقف آخر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا أهمية التوكل على الله عز وجل وتسليم الأمر إليه، فهو الكافي سبحانه، وهو نعم المولى ونعم النصير. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، أي شجر عظيم له شوك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون الشجر، فنزل عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق بها سيفه. قال: ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط سيفي، يعني سل علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا. فقال: من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله. ولم يعاقبه وجلس. جاء في رواية قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، فقال للأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى صلى الله عليه وسلم سبيله، فأتى الأعرابي أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، يجول الغنى والعز في كل موطن، ليستوطن قلب المرء إن توكلا، ومن يتوكل كان مولاه حسبه، وكان له فيما يحاول معقلا. إذا رضيت نفسي بمقدور حظها، تعالت وكانت أفضل الناس منزلا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، معاشر المسلمين، ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التربوية رحمته بالصغار ورفقه بهم. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. فقالوا: لكنا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن والحسين، وعنده الأقرع بن ابن حاسب من ابن حابس التميمي، عنده الأقرع ابن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. بل كان عليه الصلاة والسلام يواسي الطفل الصغير إذا رآه حزينا. في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا وله أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به، أي طائر صغير، فمات الطائر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، فقال: ما شأنه؟ قال: مات نغره، يعني طيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أعظم رحمته عليه الصلاة والسلام بالضعيف والمسكين. إن كنت لا ترحم المسكين إن عدما، ولا الفقير إذا يشكو لك العدم، فكيف ترجو من الرحمن رحمته؟ وإنما يرحم الرحمن من رحما. معاشر المسلمين، ومن مواقفه صلى الله عليه وسلم التربوية رفقه بالعاصي وإقناعه بترك المعصية بالحوار الهادئ المقنع. ثبت في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء فتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادنه. فدنا منه قريبا فقال فجلس. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: والله، لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أفتحبه لعمتك؟ أفتحبه لخالتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم ولا لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاب: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وبعد، إخوة الإسلام، فما أحوجنا اليوم إلى الاهتداء بهدي رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاجه، والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام، وبالسنة الغراء. كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي لا تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها
بالنواجذ تسلم ودع عنك ما أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أوخم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على التمسك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ أميرنا وولي عهده، اللهم احفظهما ووفقهما لطاعتك، اللهم وفقهما لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.